على فكرة إذا بدكم تتخلصوا من وزنكم لازم تهتموا بالنوم. بيساعد الحد من السعرات الحرارية بالغداء على خسارة الوزن دون شك، لكن دراسة جديدة توصلت إلى أن التخلص من الدهون الزايدة ربما يصبح مهمة صعبة إذا ما حصل الإنسان على قسط كافي من النوم. وطلب الباحثين من 15 بالغ من ذوي الأوزان الزايدة أو البدناء تركيز على تقليل السعرات الحرارية بنظام الغذائي، وبينما طلبوا من 21 مشارك آخرين خفض السعرات الحرارية والنوم لعدد ساعات أقل، وذلك على مدى 8 أسابيع. وبنهاية التجربة خسر كل المشاركين بالدراسة نحو 3.2 كيلوغرام من الوزن، لكن أعضاء المجموعة اللي كان عدد ساعات النوم فيها أقل خسروا دهون أقل، بينما زادت نسبة الأنسجة الرخوة بأجسامهم. فجربوا تناموا وقت كافي قدر المستطاع. باي.